اغنيه رحمه طبعا ترند بالعراق وبالسعوديه وبالكويت، يعني ترند باكثر من 8 دول، ومبروك لها، تستاهل هي والاستاذ الصديق علي صابر. رحم من الاصوات المهمه، وتنتظر هذا الصوت اللي ينزل عمل كل فتره، فمبروك لها والجمهور. هذا من اجمل المقاطع اللي انا احبه، ومن البارحه لليوم اسمعها اذا كنت في البيت او طالع او بالسياره. الله، فمبروك لها، وان شاء الله الله يرزقها السعاده، لان نجمه والنجم مو كلمه تنقال بسهوله. حلو شخص من ينجز شيء مهم ويفرح بنجاحه. النجاح مو بشيء سهل، لان سهل تنجح لكن صعب ان تحافظ على نجاحك بهذا العطاء وبهذا الاختيار. انا دا احكي بس على رحوم، انا دا احكي بشكل عام. احنا يمكن كنا اللي موجودين، اذا كنا في الوسط الاعلامي، الوسط الفني، الوسط الرياضي، الوسط السياسي، الأوساط اللي هي تكون موجودة وفعالة ولدى تقدم رسالة ولدى تكون قدوة حتى يحتذي بها الناس اللي هي تتابعك. واليوم بوجود السوشيال ميديا أصبح أنه أكو محتوى، إذا كان من خلال عمل أو من خلال تواجدك أو من خلال رؤيتك، ففكر صح دائما كيف تنجح وكيف تنجز وكيف تختار صح، وإن كان اللي يرد أقوله الوقت دائما استفيد.